اصدقائك في نادي بازل السويسري لما بيطلبوا راي المهندس شريف حبيب، ايه عناصر العناصر اللي بتعلي فرص نجاح اللاعب في الاحتراف الاوروبي او بتقلل قوي فرص نجاحه اللي شوية. هو قدرته على التكيف دي مهمه جدا مع اللغه مع النظام مع المجتمع، لانه لو ما قدرش يتكيف مع المجتمع مش هيقدر يمشي بشكل او ان هو يصنع لنفسه بصمه. ان هو يكون وهم بيتابعوا الحكايه دي اداؤه في الملعب انتاجيته في الملعب على مش لعبه وبتاع، مش واحد جاب جول. الحقيقه احيانا بسمع كتير انهم فلان هيروح كذا، لا الكلام ده ما بيحصلش. واحيانا بيحطوا طموح للاعيب بقى برشلونه وريال مدريد، صعبه جدا، ما هم مش دي مقاييسهم. وهم بيشوفوا اللاعب كتير قوي وبيشوفوه لازم في الملعب كتير قوي، فالى حد ما بيبان شخصيته جوه الملعب. جزء بقى اللي هو خافي اللي هو السمات الشخصيه، هيقدر يكمل ولا لا، فدي مهمه جدا. واعتقد اللاعب العالمي لازم يكون سماته الشخصيه والعالمي بمعنى ان التالق الناس تعرفه على مستوى العالم، دي مش موجوده، في مش هتبقى موجوده في ناس كتيره قوي يعني، سواء في الموهبه داخل الملعب او قدرته على التواصل مع المجتمع كله، دي مش موجوده الا في دي حاجه ربنا بيحطها كده في واحد وتقول له انت كده. طيب يعني دورك انك تعمل. مشكله محمد النني من وجهه نظر حضرتك؟ محمد النني كنا سعيدين بتجربته.